من برنامجنا وبرنامجكم صباحك احلى. هيكون معاكم انا نازين محمد وزميلتي يارا هاني. يا رب دايما يكون صباحكم حلو. صباح الخير يا يارا. صباح الخير يا نادين. صباح الخير عليكم مشاهدينا. يا رب الحلقه النهارده تعجبكم. هنتكلم النهارده معانا في اول فقره عن الفيسبوك وجروبات اللي بتحصل على الفيسبوك. في منها جروبات جميله وبتفيدنا كلنا، وفي منها جروبات مش قوي، تحس ان هي بتخرب بيوت او بتودي في داهيه، زي جروب انا وابن عمي بنساعد الغريب. فعلا كان جروب جميل جدا وقوي وانتشر بسرعه وبيقدم حاجات مفيده وجميله جدا، فعلا بيساعد الناس. جروب انا وابن عمي بنساعد الغريب في طاقه ايجابيه غريبه، بيحسسك ان الدنيا لسه فيها خير. في ناس بتقدم مساعدات من غير ما تاخد مقابل لشغلها، في ناس بتجهز بنات، في دكاتره بيقدموا ان هم يكشفوا على الناس الغلابه بدون اي مقابل، في ناس بتجيب علاج. فهو جروب بيحسسك ان الدنيا لسه فيها خير. في ناس كمان حتى يرى لو ما بتشاركش بحاجه بس بتخش بتدعي وبتحس ان الدعوه فعلا طالعه من القلب. عارفه اللي هو في يعني في حاجه مريحه. انا في البدايه بصراحه ما كنتش مصدقه قوي حوار الكروب وكده، كنت فاكره اللي هو ممكن يكون من حاجات الفيك اللي بتحصل او مجرد كلام، لحد ما واحده زميلتي حصل معاها موقف ان بطاقتها والمحفظه بتاعتها وقعت، لان على نفس اليوم في الجروب نازل ان واحد مصورها بيقول اللي يعرف صاحبه المحفظه دي يتكلم، فخدناها ورحنا بعتنا لها وراحت اتواصلت معاها وخدتها وما خدش منها اي حاجه. ما هو فعلا اي حد، مثلا لو في ناس بتلاقي عربيتهم عطلانه بيكون مثلا على طريق صحراوي او كده، في بيكلموا ونش بيجي لهم بدون اي مقابل. الجروب ده خلانا نحس ان احنا قد ايه كمصريين حلوين قوي وروحنا حلوه وفينا لسه حته الخير دي جوه الناس لسه، ولسه بنحب بعض بالظبط. لا لسه موجود فينا الحكايه دي، بس برضو في جروبات تانية تبين ان المصريين جروبات. لسه بقوتهم. لا احنا في جروب نازل اللي هو حد شاف جوزي، ده بقى مصيبه. دي جروبات مضرة، هدفها اللي شفته ان هي بتهدم بيوت الناس. جروب حد شاف جوزي ده اتعمل مجموعة بنات انضموا فيه، بس للأسف اتحول ان لقوا ناس داخلة منهم رجالة بأكاونتات فيك عادي على اساس ان هما بنات. الأكاونت ده عبارة ان واحدة بتنزل صورة خطيبها او جوزها او اللي مرتبطة بيه عموما، وبتلاقي ناس داخلين ده جوزي، لو انا متجوزه ده جوزي. اللي هو فعلا بتخرب بيوت. يعني انا انت ايش ضمانك ان انا بتكلم صح؟ ايش ضمانك ان انا صادقه؟ انا ممكن بكلمه مني عادي، انا واحده تافهه عايزه ادخل اخرب بيتك. اصلا فكره ان انت تدخلي تنزلي صوره جوزك انت كده داخله تخربي بيتك وش، يعني انت بس مستنيه في ناس من فعلا الناس. لقيتها ان هي حقيقه بان هم فعلا بتنزل صوره جوزها وتلاقي واحده تقول ده جوزي، وفعلا بيتواصلوا مع بعض ويطلع متجوز واحده، بيكتشفوا ان يعني في ناس بتكتشف ان جوزها متجوز عليها واحده تانية او خطيبها خاطب حد تاني. في حاجات كده بتحصل، بس في حاجات تانية فعلا بتبقى كذب، بتبقى لا اللي هو لا مش جوزي، مش ولا خطيبي، انا داخله بس افركش، انا واحده معقده داخله اعقدك معايا. عادي جدا، مش دايما لازم يبقى صح. يعني لازم نبقى عندنا ثقه في اللي حوالينا، ثقه في الناس اللي احنا معاشرينهم. ما ينفعش اللي هو اللي انا بعمله، ما ينفعش ادخل انزل صوره جوزي واسال الناس عليه. طب ما لو انا واثقه فيه اكيد مش هعمل كده، بس اكيد مش هفضحه. يعني فكره ان ما افضحش جوزي، ما افضحش خطيبي. من مؤسسين الجروب طلع مع الاعلامي وائل الابراشي وقالت ان هو انا كنت عاملاه الاول بهدف الهزار، كنت فاكره ان هو هزار بس ما اعرفش ان هو يقلب جد ويحصل فيه مصايب والكلام ده، وان بيقولوا ان محافظه بورسعيد قلبت عليهم قلبه بالذات كمان الرجاله ان هو حصل مشاكل من خلاله. هي طلعت قالت انا فاكراه زي الجروبات اللي هي معموله اللي هو زي دندشه والكلام ده، ايوه انا كنت فاكراه بهدف الهزار، ما اعرفش ان يحصل المصايب اللي حصلت دي كلها. في ناس اتطلقت، في ناس بيوتها اتخربت، في ناس علاقاتها مخطوبين العلاقات بتاعتهم اتباظت والخطوبه اتفسخت بسبب الجروب. يعني في جروبات منها مفيده زي انا وابن عمي بنساعد الغريب، وجروبات مضره زي حد شاف جوزي، وجروبات كتيره بتطلع وفي جروبات. عارفه اللي هو جروب كان الناس كلها تدخل تتكلم مع بعض وتعرفوا على بعض، اسمه ايه تعرفي؟ هو انا فعلا مش متذكره اسمه، بس كان منتشر في فتره كده من سنه ونص، انه الناس كلها بتدخل اللي يعرفوا بعض يبعتوا ارقام بعض ويعملوا جروب على الواتساب ويتكلموا وتاكدوا من هويتك ان انت بنت، والبنات تقعد تتكلم مع بعض. طب لا ده ثانيه واحده، انت تتاكد من هويتي ان انا بنت ازاي؟ بيكلموكي فيديو كاميرا. طب على فكره انا ممكن ادي انا ممكن اجيب لك واحده صاحبتي. خليها تكلمك. طب انت ايه وضعك بعد كده لو ما تقولي مثلا اسرارك وتثق فيا وتطلع راجل؟ ايه فكرتك يعني؟ حتى جروبات البنات ما بتكونش امان يا جماعه. هو ده تنبيه بسيط، محدش يعني بنلاقي الناس بتنزل صورها
ممكن لو واحده محجبه تنزل صورتها بشعرها مديه امان للجروب، يعني على اساس ان هو الجروب بنات بس، بس بالعكس انا عامله اكونت فيك وداخله انا راجل مثلا وعامله اكونت فيك وداخله باسم بنت، شفت ده كله وممكن اخد صورتك اللي هو اصلا. طب انت اصلا انت واثق فيا ازاي ان انا بنت؟ او انت اصلا تثق فيا ازاي حتى لو انا بنت ان انا ما اروحش انشر صورتك، ما اروحش ابعتها لحد؟ طب ما انت ما تعرفنيش. فعلا بيبقى في ثقه غريبه جدا، وده بيبقى السبب برضو ان هو انه في ضغط في البيت، مشاكل من الاهل، الاهل قافلين عليهم فبيصدقوا له حاجه زي كده، الناس يتكلموا معاهم يتفكوا. فعلا الموضوع ده فعلا غلط ومضر جدا، وحصل بسببه كوارث ومصايب. هي جروبات البنات حلوه، مثلا بينزلوا حاجات بياخدوا راي بعض وكده تمام، وبيشاركوا بعض وبيساعدوا بعض كمان، بس ما تنزلش صورتك، يعني ده شيء مهم، ما تنزلش صورتك سواء انت محجبه، ما تنزلش صورتك بشعرك، ابسط حاجه، لان قلنا مليون مره وعلى فكره بيكتشفوها كتير قوي ان الجروب فيه ولاد. وغير كده انه انا ممكن واحده اعرف اسرارك واجي ازلك بيها بعد كده، اصل انت ما تعرفنيش ولا انت ضمناني. ففعلا بلاش موضوع الجروبات، هاخد صوره ليكي بشعرك، انا معايا صوره ليكي بشعرك غير صورتك، انا ممكن اخد منك معلومات وكلام ازلك بيها طول حياتك، خليكي تعملي حاجات انت مش عايز تعمليها بسبب الكلام اللي انا عرفته عنك، بسبب انت مثلا واثقه فيا زياده عن اللزوم وبتتكلمي معايا عادي. ما نديش الامان لاي حاجه برضك. برضك كان فاكره كان زي فيديو نازل اللي هو بتاع اسمه، كان شخص اللي هو قفشوه على الجروب، الراجل عارفه فاكره اسمه، انا مش متذكره، لا مش فاكره اسم الفيديو، بس فعلا هنو جامد. واحده كانت طالعه وبتعمل ماسك عادي على الجروب، قفشته وعامل كومنت وطلع راجل، وهي واحده طالعه بشعرها وبتعمل ماسك، اللي هي انا طالعه قدام بنات زيهم راجل في وسطهم. الفكره فعلا ما تثقوش في حد انتم مش عارفينه، بلاش نطلع، بلاش تتكلموا مع اسراركم مع ناس انتم مش عارفينها، دايما قربوا من اهاليكم، قربوا من بيتكم انتوا، بلاش جو السوشيال ميديا والاختلاط ده، انه فعلا بيودي في داهيه. فعلا انت ممكن حياتك تتدمر بسبب كلمتين مع حد انت ما تعرفوهوش. بلاش تفكروا ان اصحاب السوشيال ميديا هم فعلا هدول بقى اصحابي، وانتمتي دي واحده انت ما تعرفهاش، ان انت بقى صاحبتك وانتمتك انت اصلا ما تعرفهاش، ما شفتهاش، ما تعرفيش عنها حاجه غير مجرد كلام. انا ممكن ادخل احكي لك قصه حياه اي حد غيري، انت واثقه منين ان هي قصه حياتي؟ واثقه منين ان هي دي انا؟ ففعلا حافظوا على اسراركم وحافظوا على نفسكم، وبلاش حوار جو جروبات البنات والسوشيال ميديا من باب حب الاستطلاع. عايزين تدخلوا تفرجوا، ادخلوا اتفرجوا عادي، ممكن تعملوا كومنت هزاروا، بس بلاش فعلا تدخلوا في الموضوع جامد، لانه فعلا بيودي في داهيه. وفي جروب بردك اسمه بيخونك، زي اللي هو حد شاف جوزي. لا انتوا بجد يا جماعه مطلعين جروبات غريبه الصراحه. طب انتوا عايزين ما تتجوزوش يعني؟ انتوا لو قصدين تخربوا على نفسكم مش هتبقوا كده بجد، يعني فعلا حاجه غريبه خالص. وانا بصراحه انا مرايه ان الناس اللي بتعمل جروبات دي ناس عندها مشكله نفسيه او معقده. طب انت واحده شايفه ان الرجاله خاينه او مش واثقه فيهم، او بيخونك انت بتنزلي صورتك ليه؟ بتنزلي صوره خطيبك او اللي انت مرتبطه بيه ليه؟ ما دام شاكه فيه 1% طب بس خلاص سيبيه انت، ايه اللي جبرك؟ يعني يروح واحد يجي 100. بقول لك بيكتشفوا فعلا، اللي هي ممكن تكون واحده واثقه فيه، لا استحاله يكون بيخون، بتلاقي 10 11 12. والله انت عارفه انه فعلا اكترهم بيبقوا داخلين يستفزوه، او ممكن يكون هو عارف انا عارف بس حاجه زي كده، بس لا بيتجمعوا، يعني هما بيحاولوا يتواصلوا مع بعض وبيتجمعوا في الاخر بيلاقوا صح. طب وممكن واحد عشر. على فكره ماشي، هو ممكن مره صح، بس ممكن انا واحد شفت عرفت مثلا ان خطيبتي او مراتي نزلت عني بوست كده، في ناس اتطلقت بسبب كده. طب انا والله طبيعي لو عرفت حاجه زي كده هدخل استفز مراتي واخلي حد يدخل يكلمها ان هو عارفني وان انا هو متجوزني. واحده بيتها اتخرب ازاي؟ كان على جروب حد شاف جوزي، نزلت صوره جوزها وصحاب جوزها عاملين اكونتات فيك باسامي بنات، ودخلوا على الجروب شافوا صوره جوزها، الحق يا عم مراتك منزله صورتك فحد شاف جوزي. يعني طبيعي اي راجل اللي هو ايه ده حبيبتي انت منزله صورتي هيعدي الموضوع عادي؟ لا طبعا. هيعمل ايه؟ هيطلقها، وده فعلا اللي حصل، طلقها بالظبط. حتى لو هو بيخونك وانت ما فشتش عليه حاجه، حتى لو هو مش بيخونك وشافك عملتي حاجه زي كده، انت اللي خربتي على نفسك، خربتي على بيتك. فليه يا جماعه يا غلطه؟ وقتها هي انهارت يا عيني وقعدت تقول اللي هو انا بيتي اتخرب بسببكم. طب ما دام انت عارفه انه هيتخرب بسببهم، ليه من الاول نزلت صوره؟ ليه عملت ده كله؟ ليه؟ اهو طلع صحاب جوزك مش مراتاتهم، لا ده صحابهم اللي هم الرجاله فعلا يا جماعه، هم دول فعلا الصحاب. فهربت على بيتك وعلى اولادك وده كله. طيب يا جماعه احنا كده نكون وصلنا لنهايه اول فقره معانا، واتمنى الفقره والكلام يفيدكم ويكون عجبكم، وشاركونا قولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك مداخلات تليفونيه، واتمنى ما تدخلوش في جروبات زي دي تاني، واتمنى الجروبات دي اصلا ما تتعملش تاني وتتلغي، يعني حرصا على خراب البيوت بالظبط.
وقولوا لنا اي مواقف حصلت معاكم، احكوا لنا حصل معاكم ايه، حصل معاكم حاجات في جروب انا وبنعمي بنساعة الغريب، حد حصل معاه مواقف كويسه، جروب حد شاف جوزي شفته منه ايه. معانا الفقره الجايه موهبه شابه ولذيذه وجميله جدا، احنا كشباب بنحب نسمعها. هيبقى ان شاء الله فقره خفيفه على القلب ولذيذه مع بعض، هنعرفها بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا من الفاصل، ومعانا موهبه جديده عندها موهبه منتشره في الفتره الحاليه في مصر، وهي الراب، موسيقى الراب. هيكون معانا مصطفى حسام كوراني. كوراني، ازيك يا مصطفى؟ الله يسلمك يا نادين، منورنا. منورك يا رب. ممكن يا مصطفى تعرفنا بنفسك وتعرف جمهورنا؟ انا مصطفى حسام كوراني، انا من المنوفيه، دورة مدينة البابور. عندي 16 سنة، ثالث ثانوي. صغير يا مصطفى. لا بس صغير قوي. مش بس بسبب جسمي. 16 سنة، ثالث ثانوي، علم رياضة، وبغني راب وبكتب شعر. طب كويس، كانت امتى بدايتك؟ هو بدايتي في اغاني الراب نفسها ان انا اكتبها كانت من ثانية ثانوي، بس ان انا عامة اكتب شعر كان من ثالثة اعدادي. طب وايه وضع الثانوية مع الغنى؟ لا، هو من ساعة لما دخلت الثانوية انا سجلت اغاني قبل ما اخش الثانوية، وبعد ما دخلت الثانوية بقيت انزل بقى اغنية كل شهرين، كل شهر وكده يعني. فبعد بعد كده اقعد فترة ما بنزلش، بعد كده انزل اغنية، بعد الثانوية الحال هيتغير. حلمك تدخل كلية ايه؟ حلمي اخش هندسة. هتكمل في مشوار الراب طبعا اكيد ولا؟ الراب هيكون هندسة بقى. الراب هيكون جنب هندسة وجنب حياتي، الراب هيكون تاني حاجة موجودة معايا. ان شاء الله تقدر توصل اللي انت عايزه يا مصطفى. ان شاء الله. خلينا كده هسألك سؤال، هل الراب فعلا ليه تأثير على عقول الشباب ولا لا؟ هو بصي، هو الراب عامة اللي بيسمعه مثلا من ناحية المزيكا، بيسمع مزيكا وخلاص بيتقال، انما مش كل اللي بيسمع راب بيتأثر بيه. يعني في انواع راب بتنتشر انت بتسمع، بس انت بتسمع مزيكا ما بتسمعش كلام، انت مش فاهم اللي بيتقال، انت بس كل اللي بتسمعه مزيكا بس. فهو الراب ما بيأثرش قوي على الشباب. فعلا بتلاقي الموسيقى شغاله وانت مش فاهم الكلام اللي بيتقال اصلا. هو الكلام بيتقال بسرعه بس مش كله بيفهمه، يعني مش اللي دماغه بقى في الراب ده اللي هيفهم الكلمات، هيفهم المزيكا، هيفهم. بس هل النوع ده من الراب بينجح ولا لا؟ بس انا كمان وجهه نظري ما اعتقدش. هو بصي، هو كل واحد ليه نوع محدد بيحب يسمعه. يعني مثلا انت مثلا ممكن تسمع اغاني مثلا عاديه اللي هي رومانسي او مشابه، ويورا مثلا ممكن تسمع اغاني حزين، ممكن تسمع اغاني اجنبي، انا ممكن اسمع راب، ممكن اسمع ترابات، ممكن اسمع اغاني عاديه، اغاني غريبه شويه بالنسبه لكم. هو كل واحد ليه اسلوبه. فالراب في مصر هو مش كله بيسمعه، مش كله بيفهم الراب قوي، فمش كله هيسمعه. ايوه، هو كله متاثر اصلا في الفتره دي بلا المهرجانات والكلام ده كله، كله بيحب يسمعها. بس لان دي خلفي كان جه فتره فعلا كلنا كنا متاثرين بالراب وكلامه. هو فعلا الراب كلامه اصلا، انا بقول مش بقولش متاثرين ولا مش متاثرين، انا بقول في اغاني فعلا بتلاقي الميوزك شغاله بس انت مش فاهم هو بيقول ايه، مش فاهم الكلام، مش بس عارفه لو فهمتي هتلاقي فعلا رساله موجهه. ما تلحقيش تسمعي هو بيقول ايه. في مغنيين راب فاهمه، بيدوا رسائل معينه وبيوجهوا حاجات من خلال الميوزك دي، بس كلامهم مفهوم. اما في فعلا مغنيين اجي اسمعهم مفيش اي فهم، مفيش. انت بتقول ايه؟ انا عايز اقول له انت بتقول ايه، انا مش فاهمه الكلام اللي انت بتقوله. هقول لك على حاجه، في ناس انا بتكلم معاهم بيقول لي الراب انا ما بحبش اسمعه. اقول له ليه؟ يقول لي اصل انا مش فاهمه. انت الراب انت من غير مزيكا انت مالكش لازمه، انت كلام بس اسلوبك مش هيعجب الناس، ولا لو سمعته من غير مزيكا مش هيعجبك. اللي هو انت بتتكلم وشغال على ميوزك، بتتكلم وخلاص، والمزيكا اللي بتكون هي حلوه. ايوه. بس في بعض مغنيين الراب بينقي الكلام علشان يعني يظبط الاثنين، يحاول يجيب الايقاع دوت مع الايقاع دوت. هو مغني الراب اغلبهم بيكون صوتهم حلو، فبالتالي اكيد لو هيجي يغني من غير مزيكا اكيد صوته مش هيعجبك، فلازم يبقى معاه مزيكا. يعني مثلا على عكس مثلا مغنيين تانيين تلاقيه مثلا بيغني من غير مزيكا وصوته حلو جدا، وانت تحب تسمعه مزيكا من غير مزيكا عادي. انت بتحب مغنيين راب معينه؟ جدا. الجوكر. الجوكر ده مثلا. الجوكر مثلا. الجوكر وزاب ثروت. ده بصراحه مش قوي معايا، بس الجوكر لا، الجوكر جت عليه فتره فعلا كان عايش الجوكر. هما الاثنين بصراحه برضه مثلا على الجوكر. طب انت مين دعمك في بدايه مشوارك، او انت دعمت نفسك او اكتشفت نفسك ازاي؟ هو بصي، هو حوار الراب اصلا انا سمعت الراب ده كان عندي، كنت نفس ابتدائي تقريبا، او قبل ما اخش سته ابتدائي تقريبا، كان اخويا اللي سمعه لي. اخويا سمعني، اخويا بيحب يسمعني الحاجه وبعد كده هو يكرهها. يعني سمعني الراب بعد كده هو مش سمع الراب اساسا. انا حبيت الراب واندمجت فيه، بقيت احفظ الاغاني
وبقيت عايز ابقى مغني راب. يعني انا اسمع الجوكر، اسمع احمد مكي، اسمع ده بصوت، اسمع دوت، اسمع دوت، انا عايز ابقى زيهم، انا عايز ابقى فيهم حاجه زي دول واوصل الرسائل للناس. بعد كده بقيت عايز اكتب شعر وعايز اكتب راب اكتر، بس انا بدات شعر عادي مش راب. بعد كده لما جيت في تانية ثانوي قابلت واحد صاحبي، انا هو قعدنا مع بعض كده وبقينا نظبط الحاجه، وبعدين بقى مشوارنا بدات مشواري من ساعتها. مين افضل مغني راب بالنسبه لك؟ بالنسبه لي في مصر الجوكر نمبر 1 بالنسبه لي. ده نمبر 1 بالنسبه لي. في بره مصر؟ هو لو بره مصر هقول امينيم وتوبك. توبك دوت ميت عامه، هو الاثنين دول بحبهم جدا. ممكن تغني لنا اغنيه؟ تمام. طب هتغني لنا ايه؟ أنا أول أغنية غنيتها كان يا مكان. كان يا مكان، أوكي. في يوم من الأيام كنا حكاية عشق جميلة، جمع بينا القدر وفي لحظة غمض عينينا. أنتي بالنسبة لي كل حياتي وكل ما في قدري، جمعت بينا الصدفة وفي قلبي بقت حكايتي. كنت كل أميرة باجي أتخيلها بان محصورتك، في قلبي كل جميلة باجي أفرح وأسمع صوتك. كنت بتحبيني وعارف وتمسكت بيا لحد آخر لحظة، وجيتي بسهولة فرطت فيا. قلت هالظروف معلش مش هينفع نبقى لبعض، ولما بعدت قلت عادي كنا اتنين بيحبوا بعض، بس مش هيبقى عشق ليكي عشق حرام، ولما يجي بدله هتقولي يا باشا حلال. انت عارفه ان مفيش حب هيبقى زي حب بعدي، لو جت الظروف وقابلتك ما تقوليش الذنب ذنبي. وافتكري كل جواب كنت كاتبه بحبر دمي، وفرحي بالفلوس اللي بصت بيها بشعر بنبي، وانا لسه بحبك والله وعارف اني وحشك، وكل كلمه كنت قايلها كانت فعلا لقلبك. وانت لسه وحشاني والله متعلق بيكي، بس لما تيجي قدامي هعمل ملامحت عيني. كل ذكرى منا لسه موجودة في بالي، بنسى كل همومي لما اعرف انك سبب كتاباتي. والدبلة اللي كنت اجيبها لك كانت هتبقى مصنوعة للماس، عشان حبي ليكي عمره ما يتقارن بالناس. بس ثواني، انا عارف ان حبي ممكن يكون حرام، بس اعمل ايه لما اعرف ان كلامك كان اوهام. وفي يوم فرحك حاجة غنيلك بكل برود وافرح لك، ولما يجي يسألني هقول له عادي بقت بنتك. مش قادر اتخيل انك في يوم كنت موجودة في حضني، واجي بعد سنة في نفس الوقت تبقى في حضنه. معقولة القدر بكل سهولة يجي يغير احلامنا بنفس الحركة بكل سهولة يوم ما جينا تعهدنا. يمكن انت مش ست سنين وكل قال وعارف، بس انا فعلا ما كنتش شايف حياتي من غيرك، واقدر اعافر عشان اوصل لحلمي لازم تكوني موجودة جنبي، تهدي وترشدي فيا عشان احقق حلمي. امتى ننسى همومنا ونرجع لبعض تاني، ننسى كل خصومة بينا ونخلي كلمة بعض فاني. نبقى واحد طول حياة عشان نقدر نعيش، نبقى مع بعض وكل واحد سند في وقت مفيش، وقت مفيش زعل مفيش هموم تقدر تطول، وقت ما نبقى طول السنة جوا في حضن بعض، وقت ما كنا خلاص وصلنا لدرجة اننا كملنا بعض، وقت ما فارفنا نلاقي حب نكهة لبعض. امتى نرجع كل يوم بسأل نفسي نفس السؤال، عشان انسى كل همومي واحلق اللي جاي. بس خلاص لميت العرض وانا بقيت مديره، عشان لقيت كل كدبة كانت واضحة على ارضينا. وفجأة صحيت من النوم على منبه يوم فرحك، عرفت يومها اني كنت واضح اني نقطة ضعفك. بس الفكرة مش في كده، الفكرة في كل عهد، وكل كلمة وكل ذكرى كانت موجودة في القلب. طب خد تديني فرصة حتى نعرف اشرحلك، يمكن الاقي جواب يفصل كل فكرة ويفرحك. بس الفكرة في العناد والفوبيا جوه القلب، مش مساعد حتى انا اتقابل ثاني صدفة لبعض. كان نفسي تكون حكاية سعيدة وتحاكى في كل مكان، واسمع كل راو واحميها كاني مكان. بس خلاص بقيت رواية حزينة في كل مكان، كل الفكرة في الخداع اللي كان جوه قلبه كاني مكان. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده بجد يا مصطفى؟ لا لا بصي، هو الحاجات دي انا ما كتبتهاش عن نفسي، يعني انا 16 سنة يعني مش عايش الحاجات اللي انا غنيتها دي كلها. انا بشوف انا اتعاملت مع ناس كتير جدا، يعني انا 16 سنه بس اتعاملت مع ناس كتير جدا اشكال مختلفه، فبكتب عن ده وبكتب عن ده، فما كتبش عن نفسي عامه. كان نفسك مين يبقى معاك دلوقتي؟ كان نفسي والدي الله يرحمه يكون موجود معايا دلوقتي. الله يرحمه. كان هيدي دفعه قويه جدا، ووالدتي كانت نفسي تكون موجوده معايا دلوقتي برضو. ربنا يخليها لك يا رب. اكيد انت هتتفرج عليك. اكيد. بس انت بسم الله ما شاء الله بجد يعني موهبه حلوه قوي. انا عارفه يا رنا بقيت بحب فكره المواهب في البرنامج، لان بجد بتكون ناس سنها صغير وبتكون مشغوله بين دراسه وكده، بس بتقدر عندها موهبه تكون حلوه قوي وبتقدر تنميها. يعني واحد زيي دلوقتي المفروض بيكون ملحون في ثانويه عامه وعلم رياضه، حاجه صعبه ان ربنا معاه،
ايوه بس ان انت برضك ماشي في حلمك وفي طريقك وفي موهبتك، ده حاجه حلوه. باذن الله اكمله بعد الثانويه ان شاء الله، وان شاء الله تكون مغني راب كبير في مصر باذن الله. ان شاء الله نستضيفك برضه لما تكون مغني راب كبير. مصطفى، انت بتعتمد على حاجه معينه في اختيار كلماتك، او بتختار كلماتك للاغنيه ازاي؟ هو انت عموما بتختار الكلمات صح؟ بصي، الكلمات عامه انا بكتبها من وحي عادي. انا ممكن اكون قاعد مع نفسي كده اتخيل اي مواقف مع حد غيري او مع نفسي حتى. انا بتخيل مثلا نفسي واحد كبير وبيحصل معايا مواقف كتيره، وبتخيل وبكتب عليها. والمواقف مثلا انا ممكن اجيب جمله واحده او جملتين واعمل على اسم الاغنيه، او اسم الاغنيه واعمل عليها، او حكايه مثلا واعمل عليها. بحاول انقي كلام اللي هو انا بكون عايز اوصل، مش عايز اوصل معنى واحد، انا عايز اوصل كذا معنى في جمله واحده. ايوه، اللي هو عايز اوصل افكار كتيره جدا، وعايز اوصل لحلم كبير قوي في الحكايه دي. الراب ده يا رب من الحاجات الهادفه جدا. لا بجد يعني كلماته هادفه فعلا، بتوصل رساله للناس، بتوصل رسائل حلوه وتقدري تنصحي. معنى كلمه. الو الو اهلا. الو دريم دي. الو الو، صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا اختي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الحمد لله. ممكن تعرفينا بنفسك؟ انا ريم اخته. ريم اختي اصلا. ازيك يا ريم؟ الصراحه انا ما كنتش اتوقع ابدا ان مصطفى يطلع في التلفزيون في يوم. الصراحه انا سعيده جدا باللحظه دي. حبيبتي يا ريم، احنا سعيدين بمكالمتك اكتر يا ريم. والله احنا مبسوطين جدا معايا فعلا، وما حد تفتخروا بيه. الله يخليكي يا رب. فعلا يكون في حد صوته حلو كده. ربنا يخليك يا نديم. اتفضلي. ايه يا مصطفى، انت ما قلتش ليه انت بتلعب باسكت؟ ما عادي بقى، ده مصطفى موهوب في مجالات متعدده. مصطفى بيلعب باسكت من وهو صغير. يعني مش الراب بس يا مصطفى، في باسكت كمان. ما شاء الله اكيد مساعده. يعني بسم الله ما شاء الله على الطول. هو مصطفى عشان قاعد بس، فاللي هو مش باين. اما لو وافق متر 90 متر 90 عشان تقولي يعني متر 90 متر 90 بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليك. انا كنت اتمنى والله ان اكون معاه، بس انا للاسف عندي امتحان النهارده. ربنا معاكي، وان شاء الله ربنا يوفقك في الامتحان ويكون يوم حلو ليكم كلكم. يا رب امين. يا رب. على فكره يا يارا، انا اللي كنت بكلمك مكان مصطفى امبارح لما كان في الدرس. طب شكرا ليكي يا حبيبتي. تسلم يا ريم. شكرا على اتصالك يا ريم. شكرا يا ريم. تطلع بتلعب باسكت هو يا مصطفى. طب انت عندك مواهب ايه تاني غير الراب والباسكت؟ اصل هي قالت مواهب متعدده. ايه المواهب المتعدده؟ شعر. انا عايزه اعرف انت كم بدات تكتب شعر امتى؟ ثالثه اعدادي. ايه ده انت بتكتب؟ ايوه. حسيت نفسك بتعرف تكتب ازاي؟ انا كنت بصي، انا كنت مسافر، كنت رايح النادي، كان معايا الموبايل، فكنت قاعد مخنوق شويه، فقلت اكتب قلت عايز اكتب. انا اصلا عايز اكتب من صغير، ما كنتش لاقي الامكانيه اللي تساعدني ان انا اعرف اكتب. مش لاقي حاجه تطور الموهبه اللي عندي، لو في اصلا عندي موهبه. فانا قاعد كده مسكت الموبايل، قعدت كده مع نفسي، سرحت كده حبتين، كتبت حبه كلام لقيتهم عجبوني شويه. فقلت طب ما اطور من نفسي، طب ما اكتب حاجه حلوه، طب ما اكتب احسن من حاجات. وخصوص اللي هي الهوايات ديت، انا عندي كوره، كره قدم وباسكت، وبعرف العب يد كمان، والشعر والاغاني. متعدد المواهب زي ما ريم قالت. بس طبعا الثانويه مقفلك مواهبك كلها. الثانويه دي مقفل حالي كله. في عقوبات قابلتك في طريقك؟ في ان انا كنت ساعات بقول لنفسي انا اللي بيخليني اكمل؟ طب ما انا مش هوصل اساسا. طب انا في حياتي نفسها، بصي وانا في الدراسه انا مش من الطالب اللي هو متفوق قوي والكلام ده كله، طالب عادي. فبقول لنفسي هو انا ليه اكمل دراسه؟ طب ما انا كاكا اصلا ممكن ما اجيبش الناس اللي انا عايزها. طب يعني ساعات بيجي لي مراحل يأس كده، بيجي لي اللي انا في حياتي كلها من ناحيه حاجات كتيره، من ناحيه النادي، من ناحيه حاجات كتيره. يعني الثانويه العامه لما جت عليا انا بقيت حاسس بحس غريب كده، ما بقتش عارف اكمل باسكت، يعني بقيت بلعب بنفسيه مش كويسه. الثانويه العامه عامه بتجيب احباط لاي حد اصلا. بوظتني خالص. الله يكون في عونك. طب عايزين بقى نسمع منك حاجه حلوه كده بس. ما انت سمعتنا. تمام. نهايه روح. سمعنا ايه؟ هتسمعنا ايه؟ نهايه روح. طيب نهاية روح؟ انت اللي كتبها برضو صح؟ ما كل الاغاني اللي بكتبها. طيب اتفضل. دي جي روبوتكس.
برد وتحياة بعد ما كبر سنه لحظة بعد وفاة أبوه كان عمره بيجري ويقصر بعد طول العمر بس مش لفترة طويلة بعد طول انتظار بس النهاية جت بخيبة يعني هو كان في حياته وكان مكتوب عليه إنه يبكي حتى لو الفرح مال عليه طول العمر ماشي مش مهتم لكلام الناس بس هو في حياته بدأ يفقد الإحساس فكر في النهاية بس اهتم باللي جاي بس عاش العمر عشان أمل وادي حي بس كانت نهاية إنه بقى مكسور الظهر بس وألف بس قالها المخوف ميت ممر يلا مع السلامة يا دنيا أنا فيك حمل تقيل وانت آخرك عارفة هتمسيني كل جميل يلا مع السلامة يا دنيا أنا فيك حمل تقيل وانت آخرك عارفة هتمسيني كل جميل آخر نفس طلع منه كان جوا دموع بس لما عارف إن دي نهاية فيش رجوع بس كل نهاية فيها لون تاني جديد بس نهاية روح فيها كل حلو بعيد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت أنا مش هقبل تاني إن أكون عبد الحد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت أنا مش هقبل تاني إن أكون عبد الحد نهاية روحه زارت أكتر لما حبيبته بعدت سابت كل جرح فيه ولا بالعكس قصرت قصرت كل ركن كان موجود جوه حياته قصرت ركن طفولته اللي كان بيحلى لحد ما ماته حط في مخه ألف علامة عشان بس ينسى كل مرة حاول ينسى لحد ما مات الذكرى بقى حاطط أمل إن هي في يوم هترجع بس ما كانش عارف إن عينه كانت بتلمع من كتر الدموع أو حتى طول الانتظار بس نسى حياته من كتر القعدة جوه البار فكر كام مرة يا ترى هي لسه فاكراني فكر كام مرة وقال امتى هنرجع تاني بس في النهاية لا إنها فيش فايدة من التفكير فيها وهي عمرها ما تكون باقية يلا مع السلامة روحي مع اللي كانوا قبلك يلا مع السلامة روحي مع اللي كانوا قبلك آخر نفس طلع منه كان جوا دموع بس لما عارف إن دي نهاية فيش رجوع بس كل نهاية فيها لون تاني جديد بس نهاية روح فيها كل حلو بعيد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت أنا مش هقبل تاني إن أكون عبد الحد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت أنا مش هقبل تاني إن أكون عبد الحد تعب أكتر من الضغوط لما جت من الأهل والنهاية معروف أكيد آخرها هيكون الجهل لما فشل في الحياة مفيش حد سنده واللي كان سنده كان ذكرى جوا في قلبه هي دي سنة الحياة مفيش حد جنبك انت واقف وحدك حتى مليون واحد صفك بقى يزعم كل من أراد له الشر بس كانت الفكرة انه يوصل لحد البر بر الخير بر الشر كله كان للسلطة عشان فكرة الانتقام كانت بتقتل بكرة وانتي برضو يا دنيا بقيت تكساري كل مقاديفه وانتي برضو يا دنيا بقيت تكساري كل مقاديفه عشان فكر يوصل كل الدنيا كانت تحاربه عشان وقف وحده قدام اسطول كان بيعنده يلا مع السلامة يا دنيا انا فيكي حمل تقيل وانتي اخرك عارفه هتنسيني كل جميل اخر نفس طلع منه كان جوا دموع بس لما عارف ان دي نهاية فيش رجوع بس كل نهاية فيها لون تاني جديد بس نهاية روح فيها كل حلو بعيد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت انا مش هقبل تاني ان اكون عبد الحد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت انا مش هقبل تاني ان اكون عبد الحد اخر نفس طلع منه كان جوا دموع بس لما عارف ان دي نهاية فيش رجوع بس كل نهاية فيها لون تاني جديد بس نهاية روح فيها كل حلو بعيد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت انا مش هقبل تاني ان اكون عبد الحد يلا مع السلامة يا دنيا نهاية روحي جت انا مش هقبل تاني ان اكون عبد الحد انا شايفة ان انت ان شاء الله هتكون حاجة كبيرة قوي وهتكون من اشهر ومن اشطر مطربين الراب وهتفتكر اليوم ده انا مش هنسى اليوم ده انا مش هنساه عني انا شخصيا يعني بجد بسم الله ما شاء الله عليك بجد بجد شكرا عايزين توجه كلمة لمامتك مامتي ربنا يخليها لي بجد هو بالسلامة يعني والعملية اللي عملتها ربنا يخليها لي بجد ديت مامتي يعني انا عايش حاجة اصلا عشان مامتي انا عايز اعمل كل حاجة كويسة عشان مامتي ابسطها اخلي مامتي يعني عايز مامتي تيجي طول حياتها تبقى راضية عني في كل حاجة انا قلت بصراحه يا حبيبتي وكل حاجه بحبها وكل حاجه وما اقدرش انكر اي حاجه عليها وكل حاجه بعملها عشانها ربنا يخليها لك مصطفى شايف ان النوع من موسيقى الراب ده واخد حقه ولا لا في مصر مش واخد حقه لسببين السبب الاول ان مش كل الناس هيسمعه مش كل الناس هيفهمه السبب الثاني ان مش كل اللي بيغني راب بيعرف يوصل الحاجه اللي هو عايزها مش بيعرف يتكلم يجيب الكلام الصح المزيكا الصح طيب ربنا يوفقك مصطفى في حياتك يا رب
دايما تحقق كل اللي نفسك. بسطنا جدا جدا ان انت معانا بجد والله. يعني النهارده ان انا اكون موجود في البرنامج. والحلقه كانت حلوه ومميزه جدا جدا يعني من مصطفى معانا، وفقرات الحلقه كانت حلوه، ويا رب تكون عجبتكم. يا رب فعلا، يا رب يوفقك في حياتك، وان شاء الله نشوفك مغني راب كبير ولاعيب كوره او باسكت. نستضيفك تاني هنا ان شاء الله وانت مغني راب باذن الله، وان شاء الله مش هنسى اليوم دوت وتحقق حلم الهندسه ان شاء الله باذن الله. كده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا. صباحك احلى.